بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالنازحين. نحن اليوم هنا في محافظة عدن ندشن المرحلة الأولى من توزيع المواد الغذائية على النازحين من أبناء محافظة الحديدة في مديرية البريقة وفي كريتر وفي الشعب وفي المعلى. وكانت هذه السلة مقدمة من الهلال الأحمر التركي، وأيضا هناك وتنفيذ مؤسسة تهامة، وسوف يكون تنفيذ مؤسسة تهامة على مراحل، ثلاث مراحل، منها محافظة عدن ومحافظة أبين لعدد نازحين 400 أسرة. أيضا لدينا أيضا نازحين في محافظة مأرب وفي محافظة حضرموت في سيئون بالتحديد. تم نقل الكميات الإغاثية التي تم تحديدها من هذه الكمية إليهم، وسوف يتم تنفيذ توزيع هذه السلة يوم غد عبر ائتلاف الوفاء للإغاثة في محافظة مأرب وفي مسيئون. نحن في صدد الاهتمام بالنازحين وأيضا كذلك الجرحى من أبناء تهامة في جبهة المخا. عدد الأسر النازحين هنا في محافظة عدن 1150 أسرة نازحة، ما يقارب 4850 فرد. بالنسبة لمحافظة مأرب عدد النازحين 700 أسرة، بما يعادل تقريبا 3200 فرد. وأيضا لدينا 50 أسرة نازحة في محافظة مسيئون، و400 أسرة في محافظة أبين، و120 أسرة في مديرية المخا محافظة تعز. نحن في صدد الاهتمام بالنازحين من أبناء محافظة الحديدة في كافة المحافظات المحررة أينما وجدوا، وسنسعى جاهدين إلى مد يد العون بكل ما استطعنا إليه. وأيضا ندعو كافة المنظمات الدولية والإغاثية أيضا بالاهتمام ودعم النازحين من أبناء محافظة الحديدة، ونشكر الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما يقدمه من دعم سخي لأبناء تهامة، سواء في الداخل أو الذين كانوا في من بداية النازحين في محافظة مأرب، وكذلك دعم النازحين من أبناء الحديدة في المخا عبر الهلال الأحمر الإماراتي. لهم منا جزيل الشكر، وكذلك إلى الهيئة العليا للإغاثة الكويتية التي كانت السباقة منذ إعلان محافظة الحديدة محافظة منكوبة. نشكرهم جميعا على ما قدموه، ونتمنى أيضا بذل المزيد معنا لأبناء تهامة وخصوصا النازحين. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.